مين صاحب بدري اليوم؟ اوكي فيو هامس مين اوت؟ ستة واو ما شاء الله فور كريتيف مورنينجز ولا انت نورمالي فور كيدز مين اول مرة يجي كريتيف مورنينجز؟ اهلا بيكم تولتوا احنا لينا ثلاث سنين بنسوي كريتيف مورنينجز في جدة بدأوا الرياض من كم شهر وان شاء الله في اخبار انه في المدينة قريبا ما شاء الله صار في 200 كريتيف مورنينجز في العالم وشكرا لكم وصلنا 10,000 متابع في انستغرام فشكرا طيب هذا الشهر موضوعنا انكلوسيف فانكلوسيف ايش اللي على بالنا لما نقول الشموليه او انكلوسيفيتي؟ اشياء كثير صح؟ ايش؟ يور ستيبنج اوكي طيب انكلوسيفيتي انه يكون لكل احد مجال انه يظهر باختلافاتنا بفروقاتنا فنشعر انه بنسمع لكل التجارب لكل الخلفيات وحتى في مهاراتنا فصراحه لما فكرنا في الثيم وفكرنا في خالد عمر مين هي خالد عمر؟ اوكي برافو مين حضر له ستاند اب كوميدي؟ ايوه برافو اوكي سو لازم بعد اليوم تحضروا ثاني في الكوميدي كلب وتحضروا له انا فان ما شاء الله في من ست سنين اظن بدا ف سو خالد ايش الفكره اليوم؟ انه حنتكلم عن ربط الكوميك او الامبروف وال يس اند للديلي لايف، كيف احنا في حياتنا اليوميه نقدر نشمل هذه المهارات في اجتماعاتنا في الشغل مع العيله مع نفسنا، طيب؟ فهذه فكره الثيم. عندكم اي اسئله عن كريتيف مورنينجز او كذا اي شيء استفسارات قبل ما نبدا؟ الفلو سم تايمز وي جت اوكي حابه اشكر قاف لاونج هم بيدونا هذا المكان كل شهر كذا بس يعني بحطونا في قلبهم فشكرا لسامي الكردي سمبلا وشكرا لبي ام جي اللاعب الرسمي لينا شكرا لنسله شكرا لكريم لجداويز اليوم الميوزيشنز جوان وامين والجلوبال بارتنرز عندنا wordpress.com WordPress الويب سايت ادوبي ومالتشيب هم المين سبونسرز اللي سبورتنج 200 شابترز فحابه انه اقدم خالد عمر اكسبرت كوميديان اند سبيكر اهلا المايك بس اهلا صباح صباح الخير كيف حالكم؟ أول شيء تحية بالله للوزارة جدا فخور إني أنا قدامكم هنا اشتغلت على البرزنتيشن مرة كثير أوكي سو معكم خالد عمر ستاند أب كوميديان من 2012 قبل كده كنت سبلاي تشين بروفيشنال اشتغلت في براندات كبيرة اشتغلت في اندومي غالبا 2008-2009 لو الاندومي اللي اكلتها فيها شيء غالبا انا اللي سويتها. وبعد كده رحت الجوهره من التيم اللي سوى الجوهره، في احد راح الجوهره تفرج المباراه. اوه اوكي. ف ودحين ستاند اب كوميديان. فاذا في حد زعلان في الموضوع هذا كله امي ما هي مره مبسوطه للامانه. يا كل ما بيسالوها عني بتغير الموضوع دحين، لكن الحمد لله الامور تمام. اوكي. So, اللي بتكلم عنه اليوم الكوميونيكيشن سوري انا اسف توكينج فاني الكوميونيكيشن كوميونيكيشن مره او سبجكت جدا مهم الكوميونيكيشن هو سبب تميزنا احنا كبشر تمام الحضارات صارت بسبب الكوميونيكيشن كل شيء صار بسبب الكوميونيكيشن السبايك في التكنولوجي في السنه هذه اخر 100 سنه مو السنه هذه القرن هذا بسبب التكنولوجي بسبب الكوميونيكيشن نحن بنتواصل مع بعض صح ولا لا؟ قبل كده ما كنا بنتواصل مع بعض كل واحد في بيته بيسوي نار وبيعمل لما بدينا نعمل تواصل مع بعض التكنولوجيا هذه صارت والمرحله اللي احنا فيها صارت فالكوميونيكيشن جزء مره مهم احنا كعرب مسلمين اسوأ شيء بنسويه او اعتقاد
فاهمينه غلط اللي هو واخذوا حوائجكم بالكتمان. ما حد بيقول لأحد أي شيء. فجأة تصحى يوم الجمعة ملكة بنت عمك بكرة. إيش شيء ما حد قال لي؟ واخذوا حوائجكم بالكتمان. هذا المفهوم الغلط. جدا غلط. المقصود بوقت حوائجكم بالكتمان لا تتفشخر، لا تروح للناس وتقول لهم أنا في مشروع شغال عليه لو نجح راد حيصير 60,000. أنت كم راتبك؟ 6,000. أنا حيصير 60,000. هذا المقصود بوقت حوائجكم بالكتمان. لكن المفروض يصير الفهم الصحيح للموضوع ده إنك لما تكون مقبل على شيء لازم تتواصل مع الناس، لازم تعمل كوميونيكيشن. الناس اللي لهم خبرة في الموضوع ده، رايح زوارج، رايح وظيفة جديدة، أسأل الناس اللي شغالين في الوظيفة هذه، الناس اللي عندهم خبرة في الشركة اللي أنت رايح لها، العملاء potential clients، العملاء اللي يمكن تشتغل معهم، أسألهم إيش يبغون من الموظف ده أو من الشخص اللي راح يتعامل معاه في مكانك. هذه كل الانسايتس لما تيجي تروح لدوامك او لما تيجي تتزوج او اي مشروع انت شغال عليه راح يعطيك الادج او الادفانتج اللي انت تحتاجه لانك عملت كوميونيكيشن صحيحه. وهذا اجين اللي يميزنا كبشر. بس كثير مننا ما بيستفيد منها، كثير مننا ما بيعمل كوميونيكيشن صحيح، غايبين تمام عن الكوميونيكيشن. سو هذا بزنس كات بيعمل كوميونيكيشن مره كويس. سو كوميونيكيشن هذه بس الثانية بتتكلم مرة كويس، عندك كوميونيكيشن عالي. فاللي بحاول أوصله أو اللي أنا راح أقوله اليوم، الكوميونيكيشن أنواع. في الإيموشنال كوميونيكيشن أو الإيموشنال كونكتنج، شيء عاطفي، دراما، غالبا ماما بتسويها في البيت كثير. لو ما وصلتني أنا حروح بنفسي، خلاص خلاص أنت أقعد أنا حروح. تعمل لك emotional communication وتقول له خلاص يا ماما أنا حوصلك. في funny communication أو talking funny، الهيومر، كيف تتواصل مع الناس بطريقة funny. هذا اللي راح أتكلم عنه، هذا اللي أنا بعمله في حياتي كستاند اب كوميديان. بتواصل مع مئات الناس من الجمهور، يعني بتواصل معهم، بعمل private coaching لناس كتير، بعمل workshops في الستاند اب والإمبروف. مين هنا بيعرف الإمبروف أو قد حضر إمبروف؟ نايس 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 نايس. اوكي للأمانة مو مره نايس، 6 اشخاص. اوكي سو امبروف از حياتك، كيف تسوي مشهد او تمثل شيء بدون ما تحضر. تيجي هنا نسال الناس ايش تبغون نسوي مشهد. مشهد صيدلاني، الصيدلاني هذا فين؟ في البنكرة. ونسوي مشهد. هذه الحياه، ما في سكريبت. ما حد بيصحى الصباح والمخرج بيعطي سكريبت، بقرا اليوم انت ايش حتسوي ايش حتقول. وانت بتتكلم مع احد اذا قلت شيء غلط ما حد حيقول لك كت، لا نعيد المشهد. اوكي احنا نتمنى انه الشيء ده يصير لكن للاسف مو موجود. فالامبروف از واحد من اهم الاشياء في الكوميونيكيشن تولز، انه كيف تتواصل مع الناس بطريقه مره ممتازه. اوكي ابغى اسال سؤال، كم واحد هنا او اذا مره على الاقل مره على الاقل خلينا نسال مره على الاقل كان عندك مشروع في بعيد عن تخصصك وعملت ريسيرش في جوجل وتعلمت الموضوع ده ويعني اخذت كل شيء تقدر عليه عشان المشروع ده، اذا مره على الاقل سويته. اوكي نايس نايس تمام. طيب كم مره او مره على الاقل مره ثانيه اذا كان عندك جمعه في البيت، اعمامك عماتك خالاتك، وروح جبت الاكل والمعجنات والعصيرات والاشياء هذه، اذا مره على الاقل اذا انت جبتها او خليت احد يجيبها ارفع يدك اذا عملتها مره على الاقل. اوكي سو بنعمل preparation في تقريبا الاشياء في حياتنا سواء مهمه او مهمه. طيب اذا مره على الاقل كنت داخل لواحد تتكلم مع دي مديرك او زميلك في العمل واخذت ورقه وكتبت الاشياء اللي تتكلم عنها. اوكي فيري نايس. اذا مره على الاقل كنت رايح جمعه العيله عند سته يوم الجمعه وكتبت ورقه بالاشياء اللي تتكلم عنها، الاشياء اللي يمكن تهم اعمامك وعماتك، ارفع يدك. نايس. في واحد مرة يحب عمل هنا. very nice very nice. okay فهذا الكوميونيكيشن. the biggest secret to communication is preparation. you have to be prepared. لأن الناس كثير بتسأل أنا ما أضحك
I'm not funny. أحمد أوه مرة ضحك أنا مو مرة ما أقدر أعمل communication فبيخاف إن هو يقول نكتة أو بيخاف إنه يتواصل بطريقة مضحكة أرفع يدك إذا أنت تعتقد كده وكلكم فني أوكي خجولين خجولين أوكي so to talk funny to be witty to be clever you have to prepare جدا مهم وأهم حاجة في preparation هذه being inclusive الشمولية لأنك أنت لما تعرف your audience لما تعرف الجمهور اللي معك والجمهور هذا مو شرط يكون جمهور زيك مدير الجمهور زميلك الجمهور مرتك في البيت أمك أبوك أولادك هذول كلهم جمهور لازم تتواصل معاهم التواصل مع الناس هذه أهم حاجة في حياتك هو اللي راح يوصلك في أي مكان مو الدراسة مو الخبرة لأنه في عندنا أمثلة كثير في حياتنا الناس دارسة وعندهم خبرة مرة عالية تلاقي مديره يمكن يكون أقل منه في العلم أو أقل منه في الخبرة في الأمثلة هذه موجودة في حياتنا مليان في ناس مو مرة كويس في حياته الزوجية بيعمل أشياء مو مرة كويس في حياته الزوجية بس هتلاقي حياته الزوجية أحسن من واحد مرة كويس في حياته الزوجية ليش؟ كوميونيكيشن بكل بساطة مديرك يعرف يتواصل بطريقة أفضل زميلك أو جارك يعرف يتواصل مع زوجته أو أولاده بطريقة أفضل You have to know how to communicate This is it هذه أهم حاجة لأنه إحنا الوحيدين اللي نقدر نعمل كوميونيكيشن الدب القطبي لو قدر يعمل كوميونيكيشن كان شفته راح مع بعض دحين بس ما يعرف بس حكاية الدب الأسود نفسه يتصل على الدب القطبي يقول له كيف أنا أصيف عندك ولا أشتي عندك They don't have communication. We do. In everything in your life, you need to communicate. لازم تعرف تكلم مع الناس. لازم تعرف توصل رسالتك صح. You have to communicate. For communication أو النوع من communication اللي أنا بتكلم عنه اليوم, talking funny. How to be wit. How to be witty. Not wit. غالبا تحتاج الحمام عشان تكون wit. لكن witty, you need good communication skills. And good communication skills starts with delivery. أي communication في العالم سواء funny أو لا يحتاج أو أول خطوة فيه delivery. لو زعلت زوجتك وجبت لها وردة عشان تراضيها ورميت الوردة في وجهها ما راح ترضى مرة كويس يمكن حتكبر المشكلة. نفس الحكاية لو عملت برزنتيشن مرة رهيبة في العمل ومديرك موجود وشغلت البرزنتيشن والبرزنتيشن كان فيه صور بلس 18 غالبا حتنطرد غالبا يعتمد على موضوع البرزنتيشن ما أعرف إيش المواضيع اللي أنت مع مديرك تحتاج فيها تحط 18 بلس لكن يمكن الشركة عندكم كده لكن أي فريق أغلبنا يعني مهما كان الموضوع غالبا ما حنستخدم بلس 18 picture في delivery is very important كيف توصل معلومتك being inclusive again راح يساعدك جدا إنك أنت توصل المعلومة هذه جدا راح يساعدك لما تعرف الشخص اللي قدامك مرتك لما تكون زعلانة منك في سيدات يحبون انك تحط لهم الورده بشكل مفاجئ تدخل الغرفه ورده في سيدات كده في سيدات لا لازم توطي النور شويه تشغل ميوزك تمام ورده knowing your wife راح يساعدك انك تعمل delivery فknowing مديرك knowing زميلك knowing جارك راح يساعدك انك انت توصل الفكره هذه for you have to prepare لازم تشوف مديرك ايش يحب مديرك متى يصحى؟ يصحى ذهنيا مو يصحى فيزيكلي في مدراء قبل 11 الصباح يتكلموا فknowing your manager راح يساعدك مره كثير معرفة أولادك في ناس كثير بيشتكوا من أولادهم والله ماني عارف أتواصل معاه ولدي مدري ايش حتلاقي في طرق معينة توصل فيها لولدك and you have to تنزل لولدك لمستوى تفكير ولدك لو كان يحب السوبر هيروز يحب الاشياء هذه يو هاف تو نو الشموليه هنا انك تعرف كل الناس اللي حوالينك وهذا
يساعدك فيه بشكل كبير الكوميونيكيشن اللي تكلمنا فيه في البداية. لما تكون أنت رايح لدوام أو رايح لعمل جديد أو مشروع جديد وتتكلم مع الناس، مو كل الناس راح يفيدوك، في ناس خبراتهم تختلف وزي ما يقولك تجارب شخصية، بس لما تتكلم مع الناس راح تعرفهم، لما تتواصل مع الناس راح تعرف الناس، راح تعرف أشياء أنت ما كنت تعرفها عن الناس. تعرف for example الغواصين إيش يحبوا لما تتكلم معهم، عشان أنت ببساطة كنت تسألهم عن شيء، بس هو عشان this is his lifestyle راح يعطيك أشياء من منظوره هو، فأنت راح تفهم هذه الفئة من الناس. لما تتكلم أنت راح تبي تتزوج أو حاجة زي كده وتسأل ولد عمك أو أخوك أو الناس اللي حوالينك عن الزواج، راح تعرف هم كيف يشوفوا الحياة، كيف يشوفوا المرأة، كيف يشوفوا شريكة حياتهم، والعكس صحيح بالنسبة للمرأة، كيف يشوفوا زوجهم، كيف يشوفوا البارتنر. فهذه الأشياء being inclusive الشمولية انك انت تضم الناس معهم راح يساعدك جدا في الكوميونيكيشن، راح يساعدك انك تبني حضارات. اوكي يمكن ما تبني حضارات، تاخذ غالبا تبني او حاجه زي كذا، لكن راح يساعدك جدا كثير لما تعرف الناس في الدليفري، how to deliver your message او فكرتك. ما حتكون لابس زي كذا لكن حتوصلها بطريقه تعبيريه. تمام. The other thing، شيء مهم الثاني في الكوميونيكيشن other than delivery is timing، توقيت. الاثنين هذول delivery and timing if you can master it تقدر تتواصل مع اي شخص في العالم. في اشياء كثيره ثانيه بس هذه اهم اثنين، وهذه اللي تميز فيها. دائما لما يجي يقول لك واحد ما شاء الله عليه لما يدخل الغرفه كده كلنا بنضحك كلنا بننبسط، او العكس كلنا كده بنحترم وكلنا بيكون في admiration يعني صح، يكون في اعجاب. اوكي ليش؟ لانه الدليفري والتايمينج عنده كويس. اول ما يدخل يعرف متى يقول صباح الخير. في ناس صباح الخير غالبا تكون تو سترونج، يعرف متى يقول صباح الخير، يعرف ايش يقول، يعرف يقول هل اقول صباح الخير، هل اقول السلام عليكم، هل اقول ايش اقول بالضبط. knowing your delivery and timing حقلك تتواصل مع كل الناس. فالتايمينج اهميته زي ما قلنا انه تعرف متى مديرك حيصحى، تعرف مرتك متى تكون زعلانه، متى مبسوطه، knowing her schedule حسب دوامها، حسب الاولاد في البيت، غالبا 4 العصر يكونوا دوبهم ناموا الاولاد، لا تكلمها في حاجه. نصيحه يعني حاولت انا قبل كده انا شخصيا بالضبط حقيقي، فلا تكلم مرتك في اوقات معينه، لا تقول اشياء معينه في اوقات معينه، في اشياء تقدر تقولها في وقت معين لكن في وقت ثاني ما تقدر تقولها. نفس الحكايه عندك في دوامك مع اصحابك، مع اصحابك جدا مهم التايمنج على فكره، واكثر الناس احنا ما نعرف نتواصل معهم هم اصحابنا. بليف ات اور نوت، بليف ات اور نوت اصحابنا لانه احنا زي ما يقولوا الميانه يمون علينا، فدائما ما عندك فلتر تقول اي حاجه وقت اللي تبغاه، وهذا اكبر غلط. فجأة تلاقي واحد من أصحابك ما بيكلمك كثير، وتلاقي واحد من أصحابك ما بيشاركك أشياء معينة، صار يخرج مع واحد ثاني، راح يتغدى معاه في المطعم المفضل اللي أنت تحبه، تبدأ تحس بالخيانة. أوكي ما بتكلم عن صاحبي بس عموما أصحابك إز أكثر الناس أو أكثر الناس تتواصل معهم غلط بسبب الفلتريشن. وأصحابك at the same time أهم ناس، لازم تتعلم معاهم good communication skills أو good communication delivery and timing. ليش؟ لأنه أكثر الناس يعرفوك هم أصحابك، أكثر الناس يقدروا يعطوك sincere advice هم أصحابك، لأنه هم اللي يعرفوك، يعرفوا تفكيرك، يعرفوا أنت كيف تتعامل مع أشياء معينة. فإذا ما عملت filtration وما كان عندك communication كويس مع أصحابك بشكل كبير هم ما راح يتواصلوا معك بشكل صحيح، صح ولا لا؟ في سؤال ال Q&A جاي، إلا جاي ال Q&A يس تايمينج، هو ما جبت البس حق التايمينج، هذا البس حق التايمينج. اوكي ف ناو other than delivery and timing عندنا الامبروف سكيلز، والامبروف بفكره واحده اللي هي زي ما قالت الرساله الرساله يس اند. In my opinion رأيي الشخصي حياتك تتوقف على yes and نجاحك في الحياة.
انك تقول لا لكل شيء في حياتك، ما تاخذ الافكار الجديده، عايش بنفس السيركل اللي انت عايش فيها، بنفس الناس، تروح نفس الاماكن، نسبه انك تنجح في اي حاجه في الحياه عموما، تنجح في زواجك، في عملك، في صداقاتك، في تواصلك مع الناس. اذا جلست تقول لا لاشياء كثيره، انا احب الروتين، ناس كثير هنا مين يحب الروتين؟ ارفع يدك. ناس تقول لك انا احب الروتين، شويه تحب الروتين، اوكي. ف 50%، متى اخر مره رحت مطعم جديد؟ اول مره تروحه؟ كم شهر؟ اوكي، يعني يصير مو مره. متى اخر مره اكلت كوزين جديد، اكله جديده عمرك ما اكلتها؟ اخر مره قبل يومين. اوكي، اول مره ايش اكلت؟ الاكل الياباني قبل. لا انت اللي متاخر، يعني مو مشكلة. المشكله فيك مو في الاكل الياباني. لا سوشي يوشي موجود هنا جنبنا هنا. انك تقول ايوه لاكتيفيتيز جديده، الناس جديده، وهذه اعتقد اغلبنا 99% مننا عندنا المشكله هذه. متى اخر مره جبت صديق جديد في حياتك؟ سبيشال لو كنت 30 وفوق، غالبا بتخسر اصحاب. لكن متى اخر مره جبت صديق جديد في حياتك؟ إيه اوكي، امس جبت صديق جديد. اوكي، لسه مو صديقك للامانه، غالبا بتفاداك. الحين هذا ايش مو بتتصل علي غالبا؟ فين تعرفت عليه؟ فعطلنا، خايف اسال ايش بتسوي فعطلنا حقيقي. ايش بتصير فعطلنا؟ اوكي خارج الجروب، اوكي خارج الجروب، نو جادجمنت هنا. اوكي طيب، انك تجيب اصدقاء جداد في حياتك، تقول يس لناس جداد في حياتك، ما عندك اي فكره قد ايش حياتك راح تتطور بسبب شيء واحد، كوميونيكيشن. لانه the more people you know، especially دحين، لانه انت اللي صار كنت بتكتشف اشياء جديده فتره الثانويه والجامعه، لما كانوا بيجوا اصحاب جداد عليك، فبتعرف مواضيع جديده، بتعرف اسبكتس جديده في الحياه، تعرف تتواصل مع الناس. لكن من الفتره هذيك الشموليه عندك قلت، في ناس كثير ما تعرف اللايف ستايل حقهم، ما تعرف الناس كيف عايشه، كيف تقدر تتواصل معاه. اذا جاء في الدوام مدير عنده لايف ستايل معين، وانت ما عندك صديق او ما عندك انسايت على اللايف ستايل ده، تتوقع تقدر تتواصل مع مديرك بشكل كويس؟ غالبا كلها ايميلز وفي علامات تعجب مره كثير، ويحط لك خط وريمايندر، كايندلي ريمايندر. هذه دائما عندك مشكله، المدير زعلان، مع انه بيكتب كايندلي ريمايندر، لكن ما هو كايند ابدا. فهذه من الاشياء اللي جدا ضروريه تعملها في حياتك. يس ان اصحاب جداد، اكل جديد، مطاعم جديده، مو عشان بس تبغى تاكل، لا، عشان لما تروح المطاعم الجديده في تشانس انك تشوف ناس جديده، في تشانس انك تتعرف على ثقافات جديده عن طريق اكلك، لانه صعب تسافر في كل مكان، لكن عن طريق الاكل لما تيجي تشوف يحطوا بهار معين او يحطوا شيء معين، هذا من فعل والله لانه عندهم كذا، لانهم بيعملوا كذا، الشجره هذه متوفرة كثير عندهم، يحبوا الحامض، يحبوا السمك الني اللي تروح ياكل الاكل الياباني، فبتعرف ثقافات للناس. يس انت في حياتك مع الناس، مع اصدقائك، اماكن جديده، عطلنا، يس، واحد يقول لك يلا روح عطلنا، قول يس. اوكي بلاش عطلنا، بلاش عطلنا. اي مكان تاني قول لي عطلنا، قول لك. اوكي؟ فهذه راح تساعدك جدا في الكوميونيكيشن، كيف تتواصل مع الناس، كيف تكون ودي وكليفر. ناو اوكي، حتقول لي خالد طيب انا حاعمل البريبريشن هذه كلها، حيكون عندي الدليفري كويس، التايمنج عندي كويس، يس اند، اي واحد يتكلم معي واحد يطلب مني. انا لسه ما تعلمت اكون فني. يس، لانه بين فني، انت دحين انت بتقول لي انا ماني فني، وناس كثير بيقولوا هم نات فني، بس مع اصحابك عندك نكته او نكتتين،
بتضحك الناس بيضحكوا معك الناس اصحابك بيضحكوا معك صح ولا لا ليش because you communicate and you share memories together you share a lot of things فانتوا معكم اشياء كثيره انتم مشتركين فيها ففي اشياء تقدر تقولها راح تضحكهم الفرق بينه وبين الناس العاديه انك انت ما بتعمل كوميونيكيشن مع الناس العاديه لما تبدا تعامل الناس كانهم اصحابك انت راح تكون مرتاح اكثر راح تعرف الاشياء اللي تضحكهم ما تحتاج تكون كوميديان عشان تضحك الناس بكل بساطه تحتاج تعرف الناس زي لما تعرف فلان ايش يضحك وصاحبك يور بيست فريند تعرف انه يضحك ولما تدفه في الدرج يطيح يتشقلب يضحك ها ها انتم مبسوطين تروح الطوارئ تضحك ها بيحط الجبس هنا وكذا ثلاثة أسابيع ما بيمشي بس تضحك لأنك أنت عارف إن هذا بيضحك نفس الحكاية في الناس نفس الحكاية في الناس ما أقول لك روح دف الناس كلهم من الدرج لكن اتعلم إيش اللي بيضحكهم فهافينج جود كوميونيكيشن سكيلز ويل تيتش يو هاو تو بي فاني هاو تو بي ودي حتى لو ما كان اللي أنت تبغاه إنك تكون تو بي فاني أو توكينج فاني يمكن تبغى تكون ايموشنال زي ماما في البيت تبغى تاخذ الناس في جيم تريبس يمكن هذا اللي تبغاه برضه اللي حيساعدك انك تسوي الشيء هذا is good communication skills. I would yes and with that. Okay. We need a fort the best that they will tell them the security guard in the last month. I said a fort the في سيارة فورد ناخذ yes and ويروح حرك سيارة. يلا. عشان السكيورتي. فورد ايش لونها طيب الفورد؟ فورد ازرق. بلو. Thank you in advance. I'm sorry about the parking. آسفين جدا. عادي ما حد. أنت؟ أوكي. كلنا نغمض عيوننا. ما حد شايفه مين؟ بالله تحية لنا. شكرا. Sorry. No, it's fine. Actually, with that thought, with me saying إنه yes and في حياتك having good delivery, good timing, the preparation. قبل ما تدخل على أي شخص. حط المواضيع اللي نفسك تتكلم فيها بس خليك انكلوسيف الناس ايش تحب مو انت ايش تحب لما تيجي داخل على جروب اوف بيبل تبدا تتكلم معهم مديرك هو يحب يتكلم عن ايش اتكلم معه عن الموضوع ده حط الاشياء والله يا مديري يا لا ما تبي تتكلم مع مديرك يس انت حاول تتكلم مع مديرك حاول انك تجيب المواضيع اللي مديرك يبغى يتكلم فيها او يحبها البريبريشن هذه واللي يساعدك مره ثانيه يس اند كوميونيكيشن لما تتواصل مع الناس كثيره عن تقريبا كل شيء زي ما المثقف عنده معلومات لانه بيقرا كتب كثير جس وات عشان تكون اكسبرت ان كوميونيكيشن لازم تعمل كوميونيكيشن كثير عشان تكون زي المثقف You have to talk to a lot of people. دائما تكلم مع الناس. حاول تتواصل مع الناس. هذا راح يساعدك إنه يكون عندك أفكار كثيرة، مواضيع كثيرة. تعرف تتكلم مع ناس كثير في الموضوع ده. فلما تيجي تحط الأشياء هذه، وطبعا what happens is مع الوقت ما راح تحتاج. بس في البداية لازم تحضر المواضيع هذه. مو كل مرة حياتك معك نوت تكتب أوكي يحب يتكلم عن بلس 18 أوكي مو كل مرة في عندنا واحد في رفاقة أوكي مو كل مرة هتلاقي نفسك مع الوقت خلاص أنت you know this هذا اللي يخليك a good communicator هذا اللي يخليك الشخص اللي نفسك تكون زيه اللي لما يدخل الغرفة خلاص عارف يتكلم مع فلان كيف حال مدري إيش إيش أخبار مدري إيش أمس والله شفت المباراة أمس والله دعست واحد بالسيارة عارف كل المواضيع اللي تهم كل الناس مع with time مع البراكتس زي ما قلنا زيها زي قراية الكتب talking to a lot of people راح يعطيك الكونفيدنس راح يعطيك السكيلز delivery timing yes and عشان تدخل في كوميونيكيشن مره كويسه وتكون الشخص اللي يقدر يوصل الاشياء اللي يبغاها بالكوميونيكيتنج او بالكوميونيكيتنج تمام؟ And that concludes my speech. أسلم عليك يا سيدي. كيو إن إيه. خلينا نعمل ديمو سريع اليس آن. يس شور. شور تبغوا تشوفوا اليس آن فين يوصلكم في الكوميونيكيتنج راح I know for a fact في عندنا امبروفايزر هنا فراح اتفادى نحتاج فولنتير تو يس اوكي اوريدي رفعوا يديهم يس يس
لا لا انت شكرا بس خالد يريسيب أهلا أهلا كيف حالك شكرا بارك كيف حالك أوكي سو اليس آن فكرتها لما يجي واحد يقول لك حاجة تقول له يس وتضيف عليها شيء من عندك تمام هنحتاج لهم مايكات ونحتاج يصرفوا مرة يزعقوا في مايكات عظيم أوكي لا تزعقوا أقول له تبغى تزعق زعق أو زعقوا up to you أوكي بس ما هي شغال which one أمين أوكي nice ما هي شغال بنضحك عليكم بالواقف زعقوا testing شغال أوكي هذا واحد أخذها بنفسه أعطيها أوكي تمام هذه مو شغال أنتوا كيف حالكم؟ والله وحشين يا جماعة عشان أنتوا كيف حالكم؟ والله يعني يعني دائما هنا ما أشوفكم والله يا جماعة خلص بينكم أوكي طيب معلش أوه أنا حقي طفى أوكي ألو تست اوكي من غير مايك او بمايك مقطع طيب لا لا ما حد يتشارك انتوا الاثنين حد يتشاركوا انا عندي مايك مو احسن مايك في العالم لكن كويس اوكي سو يس اند ابغى او احتاج يو نو وات ام نوت غانا يوز ذات سامعين صوتي تمام لا خلي هذا معك اللي حيصير انه ما تعرفنا عليك منير نتو منير تحيه المنير زين العابدين لا انا لا احتاج معهم مايك يا جماعه ايش في واحد بيطلع غبش الو هذا بيطلع غبش اوكي دقيقه تست خلاص اوكي تست اوكي انا عرفت المشكله تست لا ما اعرف ايش المشكله اوكي تمام لا والله عارف ايش المشكله المشكلة إنه لازم يكون في مايك واحد بس شغال. ما احتاج صوتك يعني. فاللي حيصير حناخد الحوار بس بشكل مرة بطيء عشان حنقعد نبادل المايكس. اللي يصير في يس آند إنه واحد حيقول فكرة. الثاني يقول له يس ويضيف على الفكرة هذه. تمام؟ فمثلا لو منير قال يلا نروح نفطر برجر كينج. عارف انه كل خلية بجسمك حتقول لا لكن قول يس ومو بس كده بعد البرجر كيك حنروح ناكل معصوب ملكي قشطه عسل شجر كل شيء يس آن بعد ما يخلص المعصوب منير حيرجع تاني ويقول له يس كمان بعد المعصوب حنروح اتراجع يا منير شوف انت ايش كرياتيفلي ايش حتسوي فنبدا من عند مين خلينا اول شيء نقرا هذا نضم الحسب بعد Better social interaction. الله جميل. Life beautiful. سرقتها من زوجتي. Okay. Life beautiful. سرقها من زوجتي. Okay. للأمانة أنا أسوق أشياء مرة كثير من زوجتي. Okay. فخلينا نبدأ مع زين العابدين. أعطينا أي فكرة. منير اللي حيسويها يقول يس ويضيف عليها وبعدين. نسويها 6-7 مرات تمام؟ اوكي؟ ما نكمل حق برجر كينج؟ لا ما حد كمل من برجر كينج. جيب يور اون ايديا، اوكي؟ ايش هو بيسأل من زوجتي اللي حتسوي مني؟ ما اقول، اوكي؟ يلا. نو بريشر. اي فكرة. بس حاول تعمل فلتر، دقيقة قدم شيء. ايوه اوكي. اوكي منير حيبدا ما تفكرش كثير كيف حالك؟ ايش رايك نتعس اليوم نروح نتلقى سفراب ونطلع فوق الجبل؟ وبعدين ننام لا نعم هو ايش؟ قصدك ننام في الخيمه اللي حنتعس فيها هناك في المكان اوكي انا مره سيئ أنا راح أساعدك ما في أحد سيء في يسأل رسمي أوف أوكي المايك سيء في يسأل بس غير كده ما حد سيء خلينا نبدأ تاني أعطيني فكرة في بالك شيء نفسك أو شيء تحب تسويه تعلم تتعلم تعلم إيش
معلومات؟ لا انا عارف ايش معنى تتعلم، لكن لا ايش تتعلم السبجكت اللي تتعلمه؟ احياء. فخلينا نقول نبغى نفسك تتعلم، خلينا نروح نتعلم تشريح الصرصار. اوكي يلا عندك. طلعت تشريح الصرصار. اي نعم الصراصير. يس اند ضيف فكره، ضيف فكره يس. وش كمان؟ مثلا صراصير وجرات وفيران. ليش مو؟ يس اند حنتعلم الصراصير والفيران. اوكي عندك كمان نتعلم تشريح البني ادمين. حلو. اوكي للامانه الجمهور اليوم شويه غريب بس اوكي. اوكي طيب حيتعلم تشريح البني ادمين. جو. متى؟ يس ان ضيف فكره. يعني ممكن كمان نوع من الحيوانات تعلم تشريحها او شيء ثاني. ما اعرف ايش بالضبط. لا غير التشريح، غير التشريح روح اي فكره ثانيه. طيب بعد ما ندخل نتغدى نغير جو شويه. اوكي تغدى تبي سفود؟ يجي. طيب ونكلم الناس من اصحابنا يجوا معنا. ايش رايك؟ زي الصرصار اللي شرحنا. اوكي طيب يا ممكن يا بنفس الصرصار اللي شرحنا وبعدين تروح مثلا نتعشى. الصرصار اللي شرحنا ما عارف بس صدق شكله. يس اد اوكي اوكي نسوي طيب بكره ايش عندك؟ ايش تحب نروح نسوي كمان؟ لا اعطيه فكره. اعطيه فكره. يس انا كنت اقول تطعيس بس ما عجبني. لا قول تطعيس. نروح نكتشف البر شوي صحرا. اوكي وشيء ثاني ايش كمان؟ حتقول ايوه حتروح الصحراء. ايوه بس تحتاج كتاب عشان البرد. لا هذه بس لا ايوه وايش ايش حتسوي ثاني؟ سوي نقدم. طيب بس تحتاج تجيب معك تراب. جيب معك ايش؟ تراب. جيب معك تراب للصحراء؟ ايوه. اوكي شكرا زين عابدين ومنير. اوكي يعطيك الف عافيه. تقدر تتفضل. اللي نعمل يحط مع خالد. لا اوكي انا بس عندي تعليق اللي حيجيب تراب للصحراء ده. اوكي يعطيك العافيه زين عابدين. ثانك يو. نقدر نعمل بس المايكس انا قديش نقدر نقدر نشغل تو مايكس؟ ما يقدر. هذه اوكي خلينا نجرب. تست. طيب طيب تحية أول شيء خالد خليفة. خالد خليفة هو كوميديان وإمبروفايزر. أكشلي واحد من أقدم الكوميديانز والإمبروفايزرز عندنا في السعودية، فحقيقة يحتاج تحية مرة جميلة. بالإنجليزي. أوكي طيب حنعمل يس آند سريعة. خلينا نبعد عن السماعات. يس آند سريعة تشوريو لما يكون عندك يس آند فين تقدر تروح. طبعا هنا في مشهد بسيط حيكون زين احنا نجيب تراب من الصحراء ما مرة، لكن في حياتك when you explore this in your life قديش أفكار بتجيب، أفكار بتجيب أشياء جديدة مغامرات جديدة راح يحسن الكوميونيكيشن عندك والنولج عندك كيف تتواصل مع الناس كيف تقول. واحد يكتسب شمولية يعرف كل شيء عن كل شخص. طبعا هذا الهدف من توصل للمرحلة هذه، لكن أكثر شيء تقدر تجيبه وأكثر شيء تقدر تعرفه عن الناس راح يساعدك جدا في الكوميونيكيشن ويخليك واحد يعرف يتواصل مع الناس. تمام. ف هاي خالد. هاي خالد. هاي أوكي سو يس آند بالإنجليش نعملها. شور تقولي بالعربي. انجليش ولا عربي؟ عربي. عربي الناس قالوا عربي. اوكي سو ايش رايك بكره العصر نروح عطله ونلعب كلنا؟ يس اند خلينا ناكل قبلها عشاء صح. يس احلى شيء تلعب وانت بطنك مليانه وبعد كذا نروح
الساعه 12 الليل نطب على صاحبنا ونلعب بلوت عنده. Yes. And خلينا نجيب معانا عصير. Yes. احلى شيء عصير بطن مليانه بلوت مع واحد الساعه 12 الليل. نستنى الاربع الفجر ونروح نسوي ايرلي بريكفاست في ماكدونالدز. Yes. And خلينا ناخذ قهوه من دانك دونتس. Yes. الله اوريدي ابغى الحمام دحين. لكن ايش رايك بعد ما نخلص هذا كله نروح سوشي يوشي ناكل سوشي. Yes. And خلينا نجرب بالشوبستكس المره هذه. اه صح لانه اخر مره كنت باكل بيدي. Yes. غير كذا ناخذ الشوبستكس هذه ونبني اكبر هاوس اوف شوبستكس. Yes. And بعدها نتفرج هاوس اوف كاردز. Oh my god, ايش هذا؟ اوكي، وبعد ما نتفرج هاوس اوف كارد نشغل كل مسلسلات نتفلكس الثانية ونخلصها في يوم واحد. Yes, تجهيزا لجيم اوف ثرونز. Yes! اوكي، يعطيك العافية. Thank you خالد، thank you خالد. احتاج المايك، thank you خالد. بدينا الفكرة، كيف بدينا الفكرة؟ فين ايش أول شيء أنا قلته لخالد؟ نروح أطلع. خلصنا انه احنا راح نتفرج كل مسلسلات نتفليكس عشان نحضر لجيم اوف ثرونز. Now this is something simple احنا بنعمله هنا دائما للجمهور شيء بنضحك عليه، لكن in real life this is the essence of living, saying yes to everything. مو كل شيء اوكي، مو كل شيء. لو جاء غريب يقول لك اطلع مع السياره قلنا، لكن غير كذا، لكن غير كذا the essence of life is to say yes to new experiences, new friends. هذا اللي راح يعلمك being a better communicator. ليش تبغى تكون عندك communication عالي؟ أول شيء تكلمت عنه هنا كان كيف تبني الحضارات، كيف بنينا الحضارات، ليش إحنا في المكان اللي إحنا فيه ده؟ قبل 100 سنة ما كان في مبنى زي كده وفيو والأشياء هذه. في 100 سنة قدرنا نوصل للأشياء هذه عن طريق شيء واحد بس communication. فتخيل إيش تقدر تسوي في حياتك إذا كان عندك كوميونيكيشن جدا رهيبة. فين تقدر توصل؟ You can build your own skyscraper في حياتك just by being a good communicator. تمام؟ Thank you again. Let's conclude what I have to say. Q&A. المستمع هو المستمع. آه في Q&A. آه أيوه أنت حق الـ أسألني يس. صباح النور. Thank you, أمي حسين. معلش يعني نقلة حياتي. لا أعتقد نحتاج نعطيه مايك. المايك حقه. حق خالد. يس بسام حيساعدنا. يس أوكي. نسمع من منير. بس دقيقة ما حد قال صباح النور. لسه بنتكلم عن الكوميونيكيشن يا جماعة. Good morning, good morning. Good morning. Yes, okay. النقلة في حياتك عفوا يعني كانت سبلاي تشين، انا هذا اللي جبته صراحه. اوكي. انت سبلاي تشين؟ انا لا انا انوفيشن. اوكي. نفس الشيء تقريبا. صح. وبعدين نقلت للكوميديا. يس. معناته سبلاي تشين اللي قبل درست حياتك في الجامعيه ممكن هندسه درست ولا شيء حاجه. ونقلت نقله كامله ما اقول انها مثلا نقله ما هي كويسه او كذا. انت تعرف امي؟ تعرف امي؟ بس يعني كيف صارت وايش القناعه اللي خلتك 100% تتزن زي قرارات زي كذا لانه اعتقد الشباب شغلوا كثير جميله شغلوا كذا مع كلنا اكيد تستفيد. حبيبي الله يسعدك. اوكي سو بالنسبه لي انا في السبلاي تشين كنت قلنا واحد ما يتفشخر بس انا كنت واحد من 29 شخص certified by Apex to be a supply chain professional. كنت بعطي دورات في السبلاي تشين لسابق لصافولة لشركة الكهرباء، كنت شغال مع ارامكو، شغال قبلها مع اندومي والنهدي. I was في السبلاي تشين رحت يعني، لكن for me ما كان my passion، كان حاجة أنا بس بتعلم عنها أو شيء تعلمته كنت كويس، فكنت ماشي بسوي حاجة بس لمجرد إنه أنا كنت كويس. اللي صار في 2012 كان في ياسر بكر. مين يعرف ياسر بكر؟ ياسر بكر فتح الكوميدي كلاب. أنا قلت ليش لا؟ أحب الكوميدي من صغري
من ايام الابتدائي المتوسط وانا بتفرج ستاند اب كوميدي. تقريبا ما في سبيشل او فيلم كوميدي لروبن ويليامز لستيف مارتن الا تفرجته. فبالنسبه لي كان واو ابغى اجرب الشيء ده. اي توك ذا ليست اخذت اليس اند وقدمت على ستاند اب كوميدي. الحمد لله كانت مره كويسه. بعد سنه كان لازم اقرر عشان اكون سعيد. صدقني بدخل مره اقل مره اقل او انه انا استمر في حياتي اللي انا كويس فيها لكن حبعد عن الباشن حقي. انا بالنسبه لي اخترت الباشن حقي وبشجع كل الناس انه انت يو جو افتر يور باشن. كلنا كويسين في حاجه جو افتر ات. بس في هنا كيو صباح النور. اهلا. اوكي تيم وورك عندكم مره طيب يا جماعه. لما احد يقول صباح الخير ايش نقول؟ صباح النور. What's up with CreativeMornings؟ انا على سؤال. اوكي. متى نقدر ناخذ القرار اللي انت اتخذته هذا؟ يعني تحس اني نبغى ناخذ خبرتك متى نقدر نقول يس؟ خلاص ابغى يعني اشتغل في الفاشن حقيقي. وكيف اتعرف عليه؟ يعني كيف انا اعرف this is my passion؟ ايوه انا ابغى فعلا انا هذا اللي ابغاه في حياتي. أوكي. مو to be a manager to be whatever. متى ناخذ يعني متى تقول yes for this yes this is my passion to be a comedian to be a musician whatever. اوكي سو هذه اجين تجربتي انا الشخصيه. بالنسبه لي عمره ما حيكون في وقت انك تقول يس انت. دائما حيكون عندك عذر على الاقل انك انت ما تاخذ يس انت. دائما في عندك فواتير، في عندك اهلك، زوجتك، اصحابك، دائما ما حيكون عندك وقت تقول يس انت. فيس انت متى تقوليها؟ الان. نعم رايت نعم. لانه عمره ما حيكون فيه، راح يقول الاسبوع الجاي. لا الاسبوع الجاي حيكون فيه ظروف ثانيه ما تخليك تقول يس انت. لكن ايش اللي يحدد ايش شغفك؟ في فرق مره كبير وفي ناس كثير تلخبط بين الاشياء اللي هم كويسين فيها والاشياء اللي عندهم باش. لازم تفرق. في اشياء كثيره انت كويس فيها، تعرف ما اعرف تعرف تطبخ، تطبخ مره كويس، بس هذا الطبخ هو الباشن حقك. كيف تعرف؟ عدد الساعات اللي تقضيها فيها وعدد الساعات اللي انت مستعد تحطها فيها. هذا اللي يفرق بين الباشن وسمثينج يور جود ات. عدد الساعات. في ناس كثير تحب تطبخ، لكن لما اجي اقول له يلا كلنا جايين مع اصحابي يلا ناكل عندك. انا احب اطبخ لما اكون راجع الليل وفي كذا حاجه نفسي اسويها. هذه الحاجه انت كويس فيها. تعرف تسوق مره كويس. اوكي ما حروح سباقات، لكن اذا في مشوار او مره حسرع فيه. هذا الشيء انت كويس فيه، لكن الباشن انه ما عندك اي مشكله اصحابك يجوا كل يوم تطبخ لهم. ما عندك اي مشكله كل الناس يجوك وترسمهم. تبدا ترسم فيهم. فبالنسبه للباشن شيء ما عندك اي مشكله تقضي فيه ساعات ما انت مستني منه اي مردود. يو جاست لاف دوينج ات. تحب الشيء ده جدا فيه. يعني تلاقي نفسك بعد ساعتين ثلاثة أنا لي ثلاث ساعات أعمل الشيء ده ماني مصدق. This is your passion doing this. طبعا ما أقول لك يس دحين إنك تسيب كل شيء وتروح بدون أي تخطيط والكلام ده. هذا موضوع ثاني إنك أنت تعمل تخطيط كويس إنك تبدأ فيها. لكن من اللحظة هذه بالنسبة لي تجربة شخصية عشان ما حد يجيني بكرة ويقول أنا استقلت من شغلي ودحين أبغى أتضارب معك عشان ما حد يسوي الشيء ده. يس انت اللي اقصد فيه انك انت تعمله الان الظروف ما راح تتغير. دائما حيكون عندك فواتير، دائما حيكون عندك اولاد، دائما حيكون اي حاجه تمنعك حاليا دائما حتكون موجوده او حيكون في شيء ثاني يمنعك. كثرة ال فين بسام؟ بسام هرب. اهلا بسام. لا ما تحطني تحت الضغط هذا. يعني اسئله مشتركه نسمع ايش الاسئله. طيب نبدا يو نو وات. لا خلينا اخر واحد لانه قال انا اخر واحد ما حيختارني. لا سربرايز حختارك. هيا صباح الخير. صباح الخير.
اوكي كان تقدر تسوي اسرع بس اوكي. طيب شكرا انك شرفت الحمد. ثانك يو. يا اوصل لو انا وصلت لاقصى مراحل سنت هيومن مع الناس لهذا الشرط اللي اثبت من طريقه كيف تبدا بالانكلوسيف. لو انا وصلت للانكلوسيفنس حاجة بس ما وصلت لاقصى مراحل السنت هيومن اكتب. أول شيء شكرا على سؤالك جدا مهم. You did the homework, you did the research, عملت كل حاجة بس لسه حاس نفسك ما عندك ال skills أو ما عندك التالنت. هذه الفكرة اللي دائما تأخرنا في أشياء كثيرة. أنا ما عندي تالنت, أنا ماني مضحك كفاية, أنا مضحك بس ماني مضحك كفاية. هل هذا هو سؤالك عشان أقول؟ أنا مهم إني أوصل inclusiveness بس يعني أوصل للpeak حق الـ اوكي. ما هو انت الانكلوسيفنس مو الغايه فيها انك انت تكون يو بينج فاني, او الغايه فيها انك انت تكون متواصل مع الناس اللي حواليك. يعني كوميونيكيشن السنس اوف هيومر از اونلي وان واي, او طريقه واحده في الكوميونيكيشن. لكن في اجين تقدر تعمل اي كوميونيكيشن, يكون الكوميونيكيشن حتى ما عمره ما بتحاول تنظر ضمير. كيف توصل لهذا؟ يعني فانت سؤالك انه انت تبغى توصل لل again the same thing I'm saying communication, انك تتواصل مع الناس. متى اخر مره سويت صديق جديد؟ نص سنه. فين تعرفت عليه؟ في الشغل. في الشغل. هذا ما هو صديق. يا يعني برا الشغل. برا الشغل. يس. هذا زميل عملك, هذا ما هو صديقك. لا تلخبط في الموضوع ده. زميل دراستك, زميل عملك, هذا مو صديقك. يس طبعا انتوا قريبين من بعض بس هذا ما هو ترو فريند. انت لما تيجي تقول لي والله اخذت دوره غوص, او والله رحت مكان, سافرت مكان وقابلت شخص وتعرفت عليه وصار صديقي, this is your friend. زميل عملك ما هو صديقك من اي ناحيه. انتوا في نفس المكان غالبا يو شير 70-80% من common things. مو الشخصية أو الأشياء اللي تحبوها, لا يمكن يكون مختلفة, لكن ظروفه تقريبا قريبة منك لأنكم في نفس البيئة. اللي يقصده بصديق أنك أنت تروح تخرج تقابل ناس. متى آخر مرة كنت في ستار تحب ستاربكس؟ أوكي. متى آخر مرة كنت في ستاربكس وشفت واحد جالس وحده وتكلمت معه؟ نمر. في واحد سواه؟ ليش؟ ما أعرف. هي بتقول إنها بتخجل لما تعمل الشيء ده. يعني أكون في عيادة في مكان, و I had a mother, I had somebody, أي أحد. أوكي أوكي. أحس بين الستيريوتايب إنه لا ما لازم أتكلم مع سترينجرز. أوكي. هذه المشكلة اللي تصير مع الناس اللي فجأة بيفتح موضوع. فجأة أنت جالس يقول ها شفت أمس المباراة؟ إيش؟ أنت مين؟ إيش المباراة؟ ليش بتكلمني؟ تفتح الموضوع مع الشمولية, ما تفتح موضوع عشانك, تفتح موضوع عشانه. فإذا كان هو بيسوي حاجة معينة وشاركته في الموضوع ده, هنا حتقدر تعمل كوميونيكيشن أفضل وتقدر تكون صديق معه. فدائما اتكلم بالمواضيع اللي هو مهتم فيها مو أنت مهتم فيها. تمام؟ يس. في اللي جنبه. لا بس كده اثنين من وراء. أنا هذه مؤامرة. وعليكم السلام. حبدي أعاقب. المرة كانت كويسة. في شيء مرة نسيت أقول لكم اللي هو علاقة بين الأصحاب. المشكلة عندنا مو ما توقع عندنا كومبيتس في المجتمعات العربية جنرال إنه الأصحاب بينهم حاجتين, يا إنه صاحب مرة قوي ويستعمل أي شيء يصير له, يا إنه الموضوع يكون أكبر فأنا ما أتكلم معه. فأنا كنت مهتم إني أعرف أنت طريقة لما تفضل دائما أصحابك أو تحس إنه فيه من أصحابك بيتفضل. How do you break ice؟ طريقة الشخصية لا طبعا أكيد breaking the ice واحدة من أهم الأشياء اللي تعملها في الكوميونيكيشن. دائما راح أعطيكم الشيء بعمله في الكوتشنج, how to break the ice أو how إنك تفتح مواضيع مع الناس. الأتاكينج, you have to know how to attack. واحدة من الفني أو الفندمنتالز في being funny is attacking. لما تيجي تتريق على شخص أو تتكلم عن شخص, this is always funny. تمام؟ a joke. not necessarily that you're attacking تروح تطفه, لا, إنك تتكلم عن أشخاص معينين أو شخص معين. دائما في الأتاك, attack above.
not below. بمعنى الشخص القصير, هذا أكثر مثال واضح جدا, الشخص القصير يقدر يتريق على الشخص الطويل, بس الشخص الطويل ما يقدر يتريق على الشخص القصير. يعني أخلاقيا الشخص المتين يقدر يتريق على الشخص النحيف, بس الشخص النحيف ما يقدر يتريق على المتين. الشخص الفقير يقدر يتريق على الأغنياء, لكن الغني ما يقدر يتريق على الفقير. تخيلوا أنا دخلت عليكم هنا شفتوا الشحاتين اللي برا, غالبا أنا صرت مرة مكروه offensive exactly. فattacking above is okay, attacking below woman and men. You can attack a man لو كنت woman, بس as a man you can attack woman unless كانت زوجتك, لكن غير كده ممنوع. Okay, for attacking people is very important. How to attack? لا لا تدخل مع شخص وانت تحاول to break the ice وتتكلم وانت نحيف, تتكلم على المتاع. شفت الدب اللي برا ما يحلو. Okay, for the safest way to do it, to attack yourself. The safest way to break the ice with anyone. زي ما عملت هنا أول ما بديت اتكلمت إني أنا عملت بأرامكو بلا بلا بلا, وبعدين أمي is not proud of me. The first thing I did with you guys, I attacked myself. This is how you break the ice. دائما لما تدخل غرفة اجتماعات أو حاجة زي كده لا ترمي نكتة على واحد في الغرفة, ارمي نكتة عليك أنت. إنك أنت ولا تسويها إنك أنت بتدب أحد. إنه فيه أنت متأخر وفي واحد تاني متأخر, لا لا تسويها, عارف علي. لا attack sincerely, attack yourself. Be vulnerable قدام الناس. This will break the ice, راح يخليهم يتواصلوا معك بشكل أفضل. فجاوبت سؤالك؟ حسنا سؤالك. أوكي هنا خلاص نروح للصف الأول, نروح للصف الأول. قديش بقينا الأول؟ يعني another question بعد خالد. أوكي باقي two questions. خالد واحد باقي. بالنسبة للإمبروف أنا واجهت هذا الشيء وأكيد واجهته. الناس عندهم اعتقاد إيش هو الإمبروف وبعدين في إيش هو الإمبروف. أوكي ممكن توضح الفرق إنه يعني what do people think it is and it's actually not. من أي ناحية؟ من ناحية إنه أجي إمبروف عشان أبغى أعرف كيف أتكلم. أوكي أجي إمبروف عشان كذا بعدين. It's not really for that, but it can help. Yes, exactly. Okay. Stereotype okay. الامبروف اعتقد اللي حيجاوب السؤال هذا بشكل عام, اللي بيسالوا خالد ما ادري اذا الكل سمع هنا ايش الامبروف والاعتقادات, الاشياء اللي جدا بتساعدني دائما. اول حاجه احنا كعرب مو مره عندنا خلفيه قويه عن الامبروف, فاجين شوف هاندز واتمنى الكل يشارك. مين يعرف الارتجال؟ اوكي جود. الامبروف مين حاسس انه الارتجال حيساعده في حياته من الناس اللي رفعت يده؟ اوكي جود, خلينا ناخذ واحد راندوملي. انت رفعت يدك في الحالتين صح؟ لا انت رفعت. مين رفع يده في الحالتين؟ في الحالتين. اوكي نعطيه المايك خلينا نساله نشوف كيف الامبروف راح يساعدك في حياتك. اسف استاذ. يس كيف الامبروف راح يساعدك في حياتك؟ First of all, Okay. So you have to know which step is step for you. Okay. Give me. So كيف يساعدك؟ يساعدك فكرة إنه ما كل شيء راح يساعدك say yes. فلازم تتجه عشان تاخذ الشخص اللي قدامك. ممكن مرة تقول لك لا, أنا أبغى الشيء هذا ولا ما أبغاه. إذا أنت تبغى تاخذ it, no. Sometimes لازم تتجه عشان تاخذ الشيء اللي قدامك. Okay. لو مثلا خلينا نقول كنت في ميتنج اوكي يور سي ام مانجر او مانجر سال انا عندي سمثينج او عندي برزنتيشن اي ونت سمون تو ديك ما حيقول لك انت اي ونت تو ديك يو ديك حقول يس ولا لا قال لا انه هنا هو سبب الباب مفتوح سو اي ونت يو ويل تيك ذا ستيب اند توك هنا اتجهت اخذت الشانس هذا وبعدين وات ويل تو كم اب ذيس برزنتيشن ليتر اون كل حاجه لك. Okay, actually that's a very good answer. متى رفعت يدك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن تحية ثانية لعبد الرحمن. Okay. So اللي عبد الرحمن قاله is spot on من ناحية كيف الارتجال يساعدك في حياتك الشخصية. Okay.
هذا واشياء ثانيه، لكن مين اللي اكزاكتلي اللي قاله عبد الرحمن؟ لكن الارتجال اللي احنا بنعمله انا مع خالد از انترتينمنت بشكل كبير وكونكتنج وذ بيبل بشكل اكبر. كونكتنج مينينج بتسمع وبتشوف، تمام؟ This is very important في الارتجال، انك انت كيف تعمل انترتينمنت للناس by hearing and seeing. سين ما حسبت عيني تحت سين، اوكي. فالارتجال اللي احنا بنعمله I think I'm repeating myself. Yes. جاوبت اوكي تمام. One more question. اوكي في عندنا اربعه، حنوخر الكراسي اللي يفوز. اوكي مين حاسس انه عنده اهم سؤال؟ سؤال مره رهيب اللي حتذكره 3 سنين قدام. والله في 3 عشان 4 اكشن. ها السيد عشان اشكل كده. السيده اوكي، مع انه كان في سيد اول تكفي في عنصريه هنا، بس خلينا نروح للسيد. انا اسف والله، انا كنت حختارك بس خلاص روح للسيد. اهلا، ما في صباح الخير؟ طبعاً سامعك بس ما سمعت صباح الخير. صباح الخير. كنت بشتغل سوق، تمام. اوكي. طبعاً اوكي. اول حاجه يمكن عرفت ما تقدري اذا جبت العيد في شخص و مشكلة ما تقدري خلاص ابدا. اتس اوفر. استقيلي، انقلي مدينه ثانيه، انتهى الموضوع. نو سيريسلي. اوكي انا اذر جود كويستشن. اللي بتسألوا إنه هي جابت العيد من ناحية إنك أنت قلتي حاجة ما تقصديها ولا تقصديها؟ أوكي. جيب العيد في الكلام. السؤال تطلع من السؤال. أوكي. أوكي. اوكي هذه again part of what I said is true. لما تجيب العيد في حاجة صعب انك تسحبيها. اقدر اقول لكم كلام انه لا، you can actually if you said something you own it. But what you can do is avoiding it من بدري. Inclusiveness زي ما قلنا مرة ضروري انك تعرف الناس اللي معك. Preparation، لما تقولي انه انا بعفوية قلت حاجة، لا، لو تبغي تكوني good communicator ما في شيء عفوي. You have to plan, prepare everything you say. فاللي راح في الماضي الله يسامحك عليه، لكن اللي في المستقبل لا، plan prepare. أنا جالسة مع مين؟ أنا بتكلم مع مين؟ هل أقول الشيء ده ولا ما أقوله؟ And to be extra safe زي ما قلنا attack yourself first. لما تكوني في conversation عندك سؤال معين ابدأي بنفسك. يعني مثلا بتسألي على التأخر، أنت ليش تأخرت في الدوام مثلا؟ فجبت العيد في الموضوع ده. You can start with yourself إنه أنت يمكن ما بتتأخري لكن بتعملي شيء ثاني مو مرة كويس وبيخليك تتأخر عن العمل أو ما بيخليك تسوي شغلك كويس. فأتاك يور سيلف فيرست سو بيبول كان فيل. لما أنا أشوف في واحد أتاكت هيم سيلف وأنا ضحكت عليه، لما يردها لي أو لما يجي يقول شيء ثاني أنا أي نو إنه هي مينز ويل. هي مينز ويل لأنه خلاص هي واز فولنربل قدامي أند وير توكينج هير. مرة ضروري إنك يو أتاك يور سيلف فيرست في الكونفرسيشنز if you have انك انت تجيب العيد. لكن غير كده always plan prepare. انا فين؟ انا مين؟ لازم اعرف الشخص اللي قدامي، especially لو كنا مع اصحاب في الدوام. لو كنت مع ناس ورا بعض يمكن الموضوع not as important. it is important but not as important.
مع أصحابك، مع صحباتك، مع زملائك عندك في البيت، لازم تعرف أنت بتكلم مين. Very important. خلاص. أكمل عندك كومنت. أوكي. This. طبعا أكيد. Anyone who wants to comment. Just one thing. This is my personal experience and opinions. It's very okay. Okay. Yes. Exactly. Yes, Manny. Yes. Yes. One of my favorite. Jim Carrey. Yes. الله يعرفك. Exactly. عبد الرحمن. صح. عبد الرحمن. تحية أول شيء لعبد الرحمن. Changing your audience, إنك بتغير الناس اللي أنت بتجلس معاهم is نفس الشيء إنك أنت تتعرف على ناس جداد، تروح تجارب جديدة always say yes عشان تقابل ناس جديدة. زي ما قلنا very important note قلتها في البداية، المثقف بيقرأ كتب مرة كثير. Good communication skills معناتها بتعرف ناس مرة كثير، فزي ما بتقرأ مرة كتب كثير اتعرف على ناس مرة كثير، اتكلم مع ناس مرة كثير. Ironically في الزمن ده ما سبب تتكلم مع أحد، كله في إنستغرام وكله في تويتر، غالبا بنسب بعض، لكن نتخلص من الشيء ده لأنه هذا a goal for you، هذا مو شيء عشان أنت تستمتع. This is very important. أنا ما جالس أقول لكم الكلام ده عشان والله حياتك تكون حلوة، عشان تنام كويس، عشان تأكل كويس، لا. هذا اللي حيساعدك في عملك، هذا اللي حيساعدك في بيتك مع زوجتك ومع أولادك. How to communicate. Communication. Good communication راح يساعدك في دوامك، بدل ما ترجع كل يوم من البيئة من الدوام تقول في البيت والله مديري ما هو فاهمني، والله مديري قاسي، والله مديري عمل ترقية لأحد وأنا لا. ببساطة اللي صار له الترقية عنده better communication skills ذا اليوم. As simple as that. ما في أي سبب ثاني، ما هو أذكى منك، ما هو أشطر منك، ما عنده خبرة أكثر منك، بكل بساطة better communication skills. اللي ناجح في زواجه، اللي ناجح مع أولاده، ما هو أحسن منك، ما هو أذكى منك، ببساطة better communication skills. تمام؟ I think we're done. ديك المايك تقدر تكتب خالد على كيدي مرة أنصح إنه ال MPOP skills الواحد يضيفها ل كل شيء زي ما قلت. وموجودين إحنا هنا لأنه 12 جلد، يعني خد موجود إذا أحد يبغى يسأله في شيء يعني لسه موجودين. يوجد هذا الوقت نعمل ال audience pitches. عندكم أي سؤال تحتاجوه من ال audience تقدروا الآن تنتهزوا الفرصة. وفهد لينا أنت يا فهد. أوكي فهد بيعمل البوست على الإنستغرام تبعنا، فتقدروا برضو إذا عندكم إعلان أو طلب أو شيء فهد بينزله على الإنستغرام اللي وصل أكثر من 10,000 متابع. هذا خاصية الرابط ما كانت موجودة غير اللي عنده 10,000 متابع على الإنستغرام، غيروا شيء ثاني. فأنيون anything لو ما افتكرتوا الآن I have the next 30 minutes. إيش كتبتوا على الفارس؟ Interviews happiness. لاحظ كتب أشياء أهمية كده. هذا الإسبانية. حاجة هستيرية. حالة هستيرية. أوكي يا. أيوة. حب الحياة. حلو. أيوة. متعة في التحدث. جميل.
فطيب وكريتيف مورنينغز أستمع قصة من بيمان قال لي إنه قبل كان متحدث في جانيوري وقابل في محل يبيع يرمش ومنتو and they had a conversation فأنا انبسط لأنه حقق إحدى أهداف كريتيف مورنينغز إنه إحنا نكبر نعمل يس أند أكثر مع بعض ننقل التجارب والخبرات اللي عندنا مع بعض وجدا فخورة إنه إحنا we're sustaining an event that is purely volunteer based فأبغى أسمع أكبر تحية للفولنتير فعالية تكمل ثلاث سنين بمهنية وحرفية عالية ونطيقين سبونسرز فمرة مرة فخورة من هذه النقطة وشكرا لك حتى أنا فخور وكل يوم مش كتير فغالبا برضه بتشكر برضه دلني على السليق بالجمل so good please think about it أنت عندك في الأكل؟ ليك في الأكل؟ Ask him, he's really good, he has very good resources. طيب, thank you so much.